اكدت عليه اولويات محدده تتبناها الجامعه العربيه، في مقدمتها اهميه وضروره التوصل الفوري لوقف اطلاق نار مستقر ومقبول ودون مدد زمنيه مثلما يطرح هنا وهناك، فان الامر يتطلب وفورا العمل وباسرع وقت ممكن على انتخاب رئيس للبلاد مع توقف اطلاق النيران، انسحاب اسرائيل من اي اراضي لبنانيه تكون قد خضعت للاحتلال الاسرائيلي او للمحاولات الاسرائيليه في التواجد على الارض اللبنانيه. نرى انه القرار 1701 هو قرار محوري ويجب استعادته وتنفيذه حرفيا وبالكامل وفي اسرع وقت ممكن.